تحدثنا قبل الفاصل عن سعي داعش والقاعدة لقيام ولتشكيل تنظيم جديد متشدد. نتحدث أكثر عن هذا الموضوع من بغداد عبر الأقمار الصناعية. ينضم إلينا الدكتور هشام الهاشمي الخبير في الجماعات المتشددة. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور هشام. إذا ما إمكانية تشكيل تنظيم متشدد جديد؟ نعم، هناك إمكانية لهذا التنظيم المتطرف أن يؤسس ما تعرف بالمفارز المنفردة. هذا التحول واضح في تكتيكات هذا التنظيم المتطرف، خاصة في أوروبا وأحداث لندن الأخيرة. أعلن عن عمليات قامت بها ما تعرف بالمفارز المنفردة بحسب بيان أعماق التابع لهذا التنظيم المتطرف. المفارز المنفردة غالبا أن تكون عبارة عن تشكيلات صغيرة من 3 إلى 7 أفراد من الجماعات الإرهابية، تم تجنيدهم عن طريق الجروبات المغلقة سواء من الواتساب أو التليجرام في الغالب. وهؤلاء يدارون من قبل ما يعرف بأمير، وهو المشرف على هذا الجروب ولديه صلات بشبكة داخلية أو دولية. أيضا وجد مدرب ومخطط ومنفذ، تعاليمهم يحصلون عليها عن طريق الشبكة العنكبوتية سواء كانت تعاليم فقهية أو تعاليم عقائدية. أحدهم في الغالب يكون لديه اطلاع أو خبرة أمنية وعسكرية لصناعة المتفجرات، وهم كمفارز منفردة يقتلون بكل شيء ممكن أن يقتلوا به الإنسان، سواء كانوا بالسكاكين أو بالدهس بالسيارات أو باستخدام السم أو بأي طريقة متوحشة يلجأ إليها أفراد هذه المفرزة الموحدة المنفردة. وأيضا هذه المفارز لا تحتاج إلى تمويل خارجي، غالبا ما يكون تمويلهم طوعي وتمويلهم ذاتي. إذن هو طب ما الذي تحتاجه الأجهزة غير أنه تمويل خارجي، أنه لا تحتاج كثيرا لهذا الموضوع كما قلت، ما الذي تحتاجه؟ ما المتوفر من إمكانيات لتشكيل هكذا تنظيم متشدد جديد الآن دكتور هشام؟ ما المتوفر لدى هاتين الجماعتين؟ يحتاجون إلى 3 أشياء مهمة. غالبا هم يستثمرون في العائدين من أرض الصراع في العراق، في سوريا، في ليبيا، في أماكن التي تشهد الصراع حاليا. أيضا هم يحتاجون إلى تلك الجروبات المغلقة، هم يتابعون الفيسبوك، تويتر، متى ما وجدوا بعض الميول عند تلك الشخصيات يحاولون أن يدخلوا إليها بالرسائل الخاصة، ويحاولون يقرؤون مدى استجابتها. مدى ما وجدوا عندها استجابة نقلوها إلى هذه الجروبات المغلقة وتبدأ عملية العزلة. غالبا أمثال هؤلاء لديهم عقوق للوالدين، لديهم مشاكل تتعرض في حالتهم الاجتماعية، مشاكل زوجية، مشاكل أسرية. أيضا هم يحتاجون إلى ما تعرف ب خلية التواصل، وخلية التواصل التي ممكن أن نسميها خلية التواصل الاستراتيجي. غالبا ما يكون مشرف هذه الجروبات لديه تواصل مع خلايا أكبر منه، وبالتالي الاستخبارات الدولية تحتاج إلى التعاون مع تلك الجهات أو الشركات المالكة لهذه التطبيقات لأجل صيانة الأمن الدولي. حقيقة هؤلاء لم تكن هناك ضربة سريعة كما نجحت هذه الدول في هزيمة هذا التنظيم المتطرف عن طريق تويتر والفيسبوك واليوتيوب. نحتاج إلى نفس هذه الهمة في هزيمتهم في التطبيقات التي لديها ما يعرف بالجروبات المغلقة. هذا سيكون داعش ما بعد الموصل، ما تخطط له إن كان هي أو القاعدة؟ بالتأكيد هذا هو ما يعملون عليه الآن. بدأوا يتحولون بشكل جذري إلى هذا النوع من التنظيمات، وهذه العشوائية في التنظيمات هي مقلقة جدا على الأمن المجتمعي، جدا على أن معظم هؤلاء يستطيعون أن ينفذوا هذه العمليات بغير عودة إلى شبكة تنظيمية أو هيكل تنظيمي يتواصلون معه بشكل مباشر. إذن هم عبارة عن قنابل موقوتة، ربما ينتقمون من المجتمع بسبب يأسهم من التعايش والتسامح مع المجتمع أو التعامل مع الآخر والتنوع الذي هو موجود في كل المجتمع. أنا أشكرك جزيلا من بغداد، دائما معنا دكتور هشام الهاشمي الخبير في الجماعات المتشددة.